إنه العام 48 قبل الميلاد، عندما أحرقت مكتبة الإسكندرية التي تعد واحدة من أكبر وأضخم مكتبات التاريخ القديم بعد الطوفان. فقد جمعت ما يقرب من 1,000,000 إرث من المعارف التي يرجع بعضها للعهد الأول للبشر، فمحي معها معظم التاريخ الأول من الوجود ليعاد صياغة تاريخ قام أغلبه على الكذب والتزوير. فكل من قرأ التاريخ وجد شيئا مفقودا وقصصا متناقضة. فمنذ أكثر من 100 عام وإلى الآن يقوم المحفل 33 بتدريس الغلمان في المدارس والجامعات على أن حضارتنا التقنية هي أعلى الحضارات، وأن من سبقها من مجتمعات لم تصل البتة إلى ما نحن عليه الآن، ولكن الآثار من بنيان ومكتشفات تروي قصة عظيمة أخفاها الكلفينيون خلف أسوار من حديد ونار، أسوار بنيت ببناء حر وحرست بالوهم والتضليل لتعيد بناء التاريخ وفق مفهوم عرف بالبنائين الأحرار. كيف للمجتمع أن يرى بعدما نفث في العقد بصوت شيطان خنس وسوس بالأمور الثلاث وقال عليكم بالنساء، بجعلهن يخجلن من لقب ربة المنزل بقرنه بالفشل والجهل؟ فإذا انتكست الفطرة التي خلقوا عليهن تحولوا إلى فتنة من نار وجحيم تغنيهم عن حرق إرث الأولين وتزييف الواقع نحو جهل وظلام، وهو الأمر الذي خطه الشيطان بالأمور الثلاث. فإذا هدمت الأم انهارت الأسر، وإذا انهارت الأسر ضاعت المجتمعات. وعلامة الضياع أن يصبح العلم الحق وهما والمدرس نكرة، أما التافه الصعلوك فيكون للمجتمع نجما وقدوة. ما سنرويه لكم في هذا الوثائقي الطويل ليس فيلما من أفلام هوليود أو ناسا للفضاء، بل هو أمر عظيم سيفتح لك الباب نحو بداية 23 قبل 300 عام. فبينما يهدر الناس مئات الساعات أمام الأفلام والمسلسلات، امنح نفسك دقائق أسبوعية لما سنكشفه لك في هذا البيان، البيان الذي سيروي قصة تاريخ أحرق بالغل والنار، تاريخ كان فيه من علوم وحضارة لا تذكر في المدارس والجامعات. فهذه الدقائق قد تزيل عن عينيك حجابا من وهم وظلام نحو حقيقة دنست بالوهم والظلام، لتخفي أمر من سبقنا، أمر العلوم المحرمة والتاريخ المحذوف. هذه مصفوفة الأكلين الفرع الأول. لفهم ما حدث وما سيأتي في هذا الوثائقي يجب أولا أن نرجع بكم لأمر تكرر مرارا وتكرارا في التاريخ، والهدف منه واحد. في التاريخ القديم قبل الميلاد وبعده قامت الإمبراطوريات والممالك المنتصرة بتكرار أمر عند دخول أرض الشعوب المهزومة، وهو حرق مكاتبهم وكتبهم لهدم تاريخهم وإعادة صياغة تاريخ يتوافق مع سياسة المنتصر. ويجب أن تفهم هذا جيدا لأنه من أعمدة الفهم لهذا الوثائقي. ففي القرن 7 قبل الميلاد أحرقت مكتبة آشور بني بال بالعاصمة الآشورية التي ضمت آلاف النصوص والعلوم الأولى على يد الإسكوثينيين، كما أحرقت مكتبة بروسيبولس الفارسية سنة 320 قبل الميلاد. وفي عام 48 قبل الميلاد تم إحراق أكبر مكتبة في العهد الثاني للبشر، وهي مكتبة الإسكندرية على يد الرومانيين. ويذكر التاريخ أمثلة عديدة أخرى،
منها حرق الكتب والعلماء في عهد أسرة تشن الصينية، وتدمير الإسبان لمخطوطات المايا التي حاوت علوم الأولين في التقنية. وخلال الغزو المغولي للعالم أحرقوا مكتبة عظيمة في قلعة ألموت قرب بحر قزوين، ضمت نحو 200,000 كتاب ومخطوطة. بينما أكمل هولاكو وجحافله المغولية التي اجتاحت مواطن الحضارات الآسيوية العريقة واستهدفت المكتبات في معظم المدن التي مرت بها، وكانت بغداد أبرز المدن المستباحة بما حوته من مدارس للقانون والرياضيات والأدب والمكتبات، فقد ضمت أنفس المخطوطات لمختلف ثقافات العالم، حتى دجج نهر دجلة بلون الحبر. فحرق الكتب والمعارف وإخفاء أغلبها كان الهدف الأول للمنتصر لمحو تاريخ المغلوب وإخفائه وهدم علومه وحضارته كي لا تقوم له قائمة بعدها، مما يفتح الباب بصياغة تاريخ جديد يقوم على ما يريده ويراه المنتصر. ولكن المحرقة العظيمة التي لم يشهد التاريخ مثلها كانت في القرنين 18 لم تقم على حرق الكتب والمخطوطات، بل قامت على سرقتها وإخفائها وحرق مدنها بالكامل، والتي كانت شاهدة على نهوض أكبر حضارة تقنية في العهد الثاني للبشر. بعد أن بينا لكم المدخل الأساسي لفهم الوثائقي، سنبحر معكم في أرشيف القرن 19 وبدايات 20، ونعرض عليكم مقاطع فيديو مصورة لعالم لم يره أغلب البشر اليوم، والتي ستفتح الباب لتساؤلات وستكشف معها حقيقة محرمة ومحذوفة من التاريخ. صورت جميع الأفلام والمسلسلات التي تتلاعب بالوعي والإدراك للمشاهد وتقوم بإعادة تشكيل الفهم المضلل للبشر على أن الحقبة التقنية العظمى بدأت في القرن 20، أي قبل 100، كما غرست المدارس والجامعات على أن الحقب السابقة كانت تقوم على البدائية فيما إذا قرنت بجانب حضارتنا. ولكن الأرشيف العالمي الذي كشف عنه السرية قبل ما يقرب من عقدين من الزمن روى عالما مغايرا لما فرضوه على عقول البشر، والهدف من كشفه لم يكن لأجل النور بل لأمر خبيث وماكر سنكشفه بعد قليل. في مقطع يعود لنهاية القرن 19 كانت الأرصفة في المحطات والمراكز الحيوية متحركة وليست ثابتة في تقنية لم تطبق في زماننا هذا إلا في نهايات القرن 20، وقد اخترنا لكم البدء بهذه التقنية لأنها الأبسط فيما هو قادم. فالتنقل في نهاية القرن 19 كان له قصة يراها الكثير من كتب الخيال والحكاية. في مقطع يعود للأرشيف البريطاني يظهر السيارات القديمة تمتلك خاصية الطيران عن طريق أجنحة متحولة قابلة للطي، ونرى أن سرعتها كبيرة، وقد تم أخذ الفيديو من كاميرات ليست بدائية كما توصف، ولهذا حكاية أخرى ستراها فيما هو قادم في هذا الوثائقي. تقنية السيارات لم تتوقف على الطيران فقط في تلك الفترة، بل كانت تتحول إلى زورق بحري أو تعوم بنفسها على البحر بخاصية الدفع العكسي لسطح الماء. فما تراه أمامك في هذا الفيديو يعرض انتقال السيارات بين الشوارع والأنهار، وكأنه كان أمرا نمطيا قبل ما يقرب من 130. أما جيل التسعينيات فقد بات يرى السيارات البرمائية والطائرة فقط في أفلام الخيال العلمي، وكيف لا وقنوات المحفل تعرض عالما من المستقبل تسود فيه السيارات الطائرة. وفي الحقيقة هذا الأمر لم يكن من المستقبل بل من الماضي،
وبالحديث عن السيارات فقد كانت مزودة بواق يفتح تلقائيا عند اصطدامها بالإنسان، مما يقلل عزم التصادم لإنقاذه من الموت أو الأذى. أليس جليا بعصرنا اليوم استخدام هذه التقنية لإيقاف موت مئات الآلاف من البشر سنويا بسبب الحوادث؟ أم أن الأمر المعاكس لهذا هو المراد؟ قد يفاجئك أن تعلم أن جل السيارات كانت على الطاقة الكهربائية وليس الوقود، وقد كانت إعلاناتها ومحطات تزويدها بالطاقة الكهربائية منتشرة وواسعة. وبالنظر لتقنية الطيران فقد كانت الحاملات الفردية متوفرة للناس عن طريق خاصية الدفع الأفقي، استخدمت لحمل الجنود ومهام الحراسة المتنقلة جويا، والصحون الطائرة أيضا لم تكن ضربا من ضروب الخيال كما ينشر اليوم، بل كانت مصورة ومجهزة للاستخدام الحربي. بالرغم من أن هذه التقنيات مذهلة، ولكنها ليست إلا بداية لما ستراه من تقنيات أكثر تعقيدا. فالجميع سمع ورأى قبل 20 عاما من الآن إعلان بداية عصر الأطراف الصناعية المتحركة بكونها طفرة تقنية غير مسبوقة، ولكن الحقيقة أنها كانت موجودة قبل أكثر من 100 عام، ففي مقطع نادر يظهر عرض ذراع آلية متصلة بالعضو المبتور تتيح للشخص فتح يده وإغلاقها لالتقاط الأشياء والقيام بأمور حياته المختلفة. فصناعة أعضاء الإنسان الآلية لم يكن غريبا آنذاك، فالروبوت كان أيضا حاضرا وظاهرا في مقاطع الأرشيف الأمريكي، حيث كانت تعمل على دارة حاسوبية كهربائية وبعضها يتم التحكم به لاسلكيا، والكهرباء اللاسلكية سيكون لها كشف كبير في هذا الوثائقي. أظهر مقطع إعلاني لمنزل إلكتروني كهربائي يعرض تقنيات كاميرات المراقبة واتصالها بأجهزة العرض، ومن ثم يظهر التقنيات الخاصة بالتدفئة المركزية والتحكم بدرجات الحرارة، وضمن الصالة جهاز شواء متصل بوحدة تحكم مركزي، كما زود المطبخ بشاشة عرض للوصفات وفرن بالأمواج الكهربائية، بينما تزود غرفة المعيشة بشاشة عرض سينمائي. قد يسأل سائل، وماذا عن الكهرباء اللاسلكية لتسلا؟ بالتأكيد لن ننسى هذا الأمر، ولكن أبحاث تسلا لم تكن فقط لتشغيل الأجهزة بالتيار اللاسلكي، بل لتزويد العالم بأسره بالكهرباء الساكنة التي تعمل على ربط الأرض بتيار لا يؤذي البشر ومجانيا بالكامل. ولكن هذا المشروع تم إيقافه بالرغم من نجاحه، لأن المحفل 33 لا يسمح بخسارة تريليونات الدولارات من جراء توزيع الكهرباء بالمجان. والسؤال المهم هنا، هل أوجد تسلا الكهرباء والتحكم اللاسلكي أم أعاد اكتشافه؟ ما وجد ضمن الوثائق التي كشف عنها السرية أنه قال أننا نعيد اكتشاف تقنيات الحضارة العظيمة السابقة من أجل الاعتماد عليها ومن ثم تطويرها. على الجانب الآخر من المقاطع المصورة، تم الكشف عن العديد من الصور الفوتوغرافية التي أظهرت تقنيات تفوق ما تم ذكره وعرضه لكم بكل ما أتى. تابع هذا التقرير الذي يشرح ما كان موجودا سابقا. Thank you.
إن ما تم ذكره لاحقا في القصص والروايات، وبالأخص روايات جول فيرن التي تحدثت عن تقنيات متطورة واعتبرت من وحي الخيال، لم تكن إلا تحضيرا للبشر لما هو قادم، لتصديق أن هذه التقنيات من ابتكارهم وما هم لها إلا سارقون. إن ما عرضناه لكم ليس إلا غيض من فيض، فهنالك مئات الصور والتقنيات التي يمكن أن تجدها في موقع أركيف الحكومي. ولكن هناك سؤال يسأله كل فطن، لما تم إخفاء هذه التقنيات وإلساقها بكتب الخيال العلمي ويتم الآن الإفراج عن تلك المقاطع؟ الجواب البسيط: من أجل إعادة كتابة التاريخ وتزويره. أصغي جيدا لما هو قادم. في القرن 18، عندما ظهرت تلك التقنيات، علم الناس أنها إرث من سبقهم في تلك الفترة، وقد باتت جمعية البنائين الأحرار أكثر قوة ونفوذ، والعالم كان يحضر نحو نظام العالمي الجديد، وهو العالم الذي يسوده التحريف المطلق للتاريخ وتقوده منظمة واحدة. فخلال القرن 19 أطلقت نظرية التطور الإلحادية، وتم اختراع أكذوبة الديناصورات من أجل تأييد تلك النظرية، واعتمدت الأرض المكورة التي قام بحياكتها الإغريق. وفي نفس الوقت تم منع التقنيات الفائقة وإخفائها من الظهور تماما، وحول ما رآه الناس في تلك الحقبة إلى روايات وأساطير، وأعيد كتابة التاريخ وتدريسه للطلاب وفق منهج الكالفينيين الذي يقوم على الإنسان البدائي الجاهل المتطور من قرد، وأيضا على القرون المظلمة وعصور التخلف. ولكن هناك أمرا واحدا لم يأخذ به في الحسبان، وهو إبقائهم على بعض الأبنية الفائقة والصروح العملاقة التي كشفت تزوير التاريخ نحو الحقيقة مجددا. هل علمت الآن لما تم الإفراج عن هذه المقاطع من الأرشيف؟ من أجل إغلاق ثغرة الأبنية الفائقة وإيهام الناس أن علماء القرن 18 و20 هم من أوجدوا تلك التقنيات وشيدوا ذاك البنيان، وإلا فإن انهيار ركن واحد من أركان المصفوفة 9 سيؤدي إلى انهيار كامل المصفوفة ونهوض عصر الاستيقاظ من جديد. في الأجزاء القادمة ضمن سلسلة هذا الوثائقي سنفتح عينيك إلى حقبة التحف العمرانية والقصور المدمرة وسر الأبراج النحاسية فوقها وتوحد شكل البنيان المقبب في جميع أنحاء العالم حيثما وجدت، لنكشف لكم تقنية أكبر من أي تقنية تم عرضها سابقا، الذي سيفتح الباب لفهم من بناها ومن أين أتت، بل وكيف كانت الحياة في التاريخ الحقيقي. لنروي لكم قصة المدن في باطن الأرض والبيت الأمريكي الأبيض. ابقوا معنا لما هو قادم من أحداث، فالرحلة انطلقت الآن.